بالتأكيد نبدأ نتكلم بقى على ما كتب على أهلي في السوشيال ميديا وتحديدا من خلال ترند الأهلي وفقرة ترند الأهلي اللي فيه تويتات كتيرة بتتكلم على النادي الأهلي. نبدأ الأول من الحساب الرسمي للنادي الأهلي، نشر عبر تويتر صورة لخطاب نادي ريال مدريد للنادي الأهلي عقب مباراة القرن، وكتبت صفحة الأهلي اليوم على الفيسبوك إحصائيات لرمضان صبحي مع الأهلي محليا في الموسم الحالي. أما الحساب الرسمي لموقع يلا كورة على تويتر نشرت فيديو عن احتمالية غياب رمضان صبحي عن المشاركة مع الأهلي في المباريات ومدى تأثير رمضان على هجوم الفريق. وأيضا الأهلي يتفوق في استفتاء الصفحة الرسمية للاتحاد الإفريقي كاف على تويتر عن النادي الذي تدعمه في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بنسبة 65% حتى الآن. والحساب الرسمي للفيفا أيضا على تويتر عمل استفتاء عن الأكثر شعبية بين النادي الأهلي ونادي فلامينجو البرازيلي، طبعا دعوة لكل جمهور الأهلي للدخول على حساب الفيفا والتصويت للأهلي. أما الحساب الرسمي لموقع يلا كورة على الفيسبوك نشر تصريح للعميد محمد مرجان بيؤكد فيه أن الأهلي طلب خوض مباراة الوداد على استاد القاهرة وأن موقف الجماهير لم يتحدد. ونشرت الصفحة الرسمية لموقع في الجول تصريح لأحمد حجازي بيتمنى فيه فوز الأهلي بدوري أبطال إفريقيا. ومن الحساب الرسمي للوطن سبورت قالت عبر تويتر ان بديل علي معلول يتمسك بالرحيل عن الاهلي. كمان الصفحة الرسمية لموقع سوبر كورة على الفيسبوك كتبت ان الاهلي نفى اشاعات وجود عروض لكهربا وديانج وبادجي. وصفحة استاد الاهلي على الفيسبوك ايضا اشادت بمستوى الشناوي. اما صفحة ماجيكانو على الفيسبوك نشرت سؤال عن اختيار ديانج أو حمدي فتحي لمباراة الوداد في حال جاهزيتهم إن شاء الله هما الاثنين، نتمنى يا رب الاثنين يكونوا موجودين. أما لاعبنا محمود كهربا نشر ستوري قدامكم على الشاشة على الانستجرام هنأ فيه زميله حمدي فتحي بشفائه من فيروس كورونا. أخيرا حب الأهلي ملوش حدود، محمد جابر أحد جماهير الأهلي نشر عبر حسابه على الانستجرام صورة لمقر عمله وتم تصميمه بروح الأهلي. فيديو هيكون معانا هنتكلم عليه. أهلا بحضراتكم من جديد، وبنتكلم بالتأكيد من خلال ما كتب عبر صفحات السوشيال ميديا للعديد من المواقع الرياضية وحتى الصفحات الجماهيرية اللي مهتمة بشكل كبير جدا بالنادي الأهلي ولاعبيه خلال الفترة الأخيرة. أول حاجة الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر تويتر اهتم بشكل خاص بذكرى مباراة ريال مدريد. زي امبارح مر على هذه المباراة في حدود حوالي 19 سنة، مباراة كانت كبيرة ومباراة عظيمة. الخطاب اللي أمامكم على الشاشة ده كان خطاب من نادي ريال مدريد للنادي الأهلي عقب مباراة القرن، المباراة اللي فاز فيها الأهلي على نادي ريال مدريد الملكي اللي كان مدجج وقتها بأبرز نجوم الكرة الأوروبية والعالمية. الخطاب فيما معناه ومضمونه إن طبعا ريال مدريد بيقول للنادي الأهلي إحنا شركاء وأي انتصار للنادي الأهلي هو انتصار لينا، روح رياضية بين نادي القرن في أوروبا ونادي القرن في إفريقيا وعظماء الكرة في العالم بين الأندية الكبيرة على مستوى العالم، والنادي الأهلي دائما وأبدا بيشرف الكرة المصرية. برضو معايا يمكن الحساب الرسمي لموقع يلا كورة عبر تويتر نشر فيديو عن احتمالية غياب رمضان صبحي عن المشاركة مع الأهلي في الفترة القادمة. حسب الاحتمالية طبعا طبقا للمعلومات اللي ذكرت بالأمس من خلال الكابتن سيد على الفترة القادمة، لكن يلا كورة اهتم بالناحية الفنية تأثير رمضان على هجوم الفريق. فيديو انفوجرافيك كده معمول بسيط بالنسبة لمشاركة رمضان أو تأثير غياب رمضان على الفريق خلال الفترة القادمة. We'll be right back.
طبعا احنا بنتكلم على احصائيات وارقام وسكاوتنج. يلا كوره اهتم بنشرها بخصوص مشاركه رمضان صبحي مع الاهلي خلال الفتره الاخيره، التمريرات القصيره، التمريرات الطوليه، المراوغات، الاهداف، الاسيست، كلها بالتاكيد ارقام وسكاوتنج بتكون مهمه جدا في عمل اي مدير فن. لكن دائما النادي الاهلي تيم جماعي، فريق بيلعب ب 11 لاعب من اول حارس المرمى لغايه راس الحربه بالدكه وكل القائمه. الاهلي لا يقف بالتاكيد على اي لاعب، وكل لعيبه بالتاكيد ان شاء الله بيكون لها دور مع النادي الاهلي خلال الفتره القادمه. طيب برضو معايا من الحساب الرسمي لموقع يلا كوره على الفيسبوك اتكلم على تصريح للعميد محمد مرجان في فكره ان الاهلي طلب خوض مباراه الوداد على استاد القاهره وان موقف الجماهير لم يتحدد حتى الان. النقطه دي مهمه جدا لان من دلوقتي النادي الاهلي بيحضر بشكل جيد لمباراه يوم 3 اكتوبر. تم مخاطبه اتحاد الكره المصري وبالسمة طبعا بالتاكيد تم مخاطبه اتحاد الكره الافريقي في شان هذا الموضوع، وتم الاتفاق ان الاهلي عايز يلعب على استاد القاهره الملعب الرئيسي عليه، لان ده اخر ملعب الاهلي لعب عليه مباراه سان داونز في دور الثمانيه، فبالتالي ملعبه الرئيسي والاساس. حضور الجماهير زي ما قلت لكم بالامس، يعني النادي الاهلي عايز الجمهور يحضر، لكن انا باكد لكم ان حضور الجماهير هنا متوقف على الارشادات الطبيه اللي ممكن الاتحاد الافريقي يقررها خلال الفتره القادمه. اللي هيطبق على مصر هيطبق على المغرب، ولو في اعداد محدده واللجنه الطبيه في الكاف هي اللي هتقول الرؤيه في هذا الامر، ده هيبان في الفتره اللي جايه. اذا كان في حضور وبعدد النادي الاهلي هيشتغل على هذا الملف، وازاي الجمهور ان شاء الله يكون مؤازر وحاضر مع النادي الاهلي في المباراه ان شاء الله الفتره اللي جايه. طيب عندنا خبرين او على حساب الوطن، الحساب الرسمي للوطن عبر تويتر، اتكلموا فيه ان بديل علي معلول بيتمسك بالرحيل عن الاهلي. هنا احنا بنتكلم على مثلا محمود وحيد الظهير الايسر في النادي الاهلي، ممكن يكون بعيد لبعض الفترات، لكن في الفتره الحاليه مفيش حديث على فكره انتقالات او صفقات او راحلين او حتى معارين. لسه الموسم بيبدا من جديد بكره ان شاء الله بعد غياب اكتر من حوالي 140 يوم، فبنتكلم على فكره ان لسه قدامنا شهرين ثلاثه، كل المتغيرات اللي ممكن تحصل في عالم كرة القدم ممكن تحصل في الشهرين الجايين دول. لعيب أساسي لا قدر الله غياب، إيقاف، إصابة، بتلاقي نفسك بتلعب بالبديل وبرقم 3 وب4، لازم القائمة كلها تكون متاحة عندك. فبالتالي في الفترة الحالية لو في معلومة ممكن بنعمل عليها سبوت معين عشان نوضح حقيقتها بالنسبة لجمهور النادي الأهلي. نفس الأمر وإحنا بنتكلم على الصفحة الرسمية لموقع سوبر كورة، برضه اهتم بفكرة إن الأهلي نفى الشائعات المتواجده بخصوص العروض اللي جت لكهربا وديانج وبادجي. مين ممكن في التوقيت ده وهو لسه بيكمل الدوري بتاعه يطلب لعيبه من نادي لسه الدوري بتاعه ما خلصش؟ يعني انت بتتكلم في كهربا واليو ديانج واليو بادجي، لسه قدامنا شهرين ثلاثه، لسه عندنا مشوار افريقي، لسه عندك مشوار محلي، فبالتالي على اي اساس ممكن تحدد اذا كان ممكن في عروض او ما فيش عروض، سواء من نادي هيطلب او حتى النادي الاهلي ممكن يقرر اذا كان هيوافق ولا مش هيوافق. هي في العموم بتبقى كلها اجتهادات، وحتى السوشيال ميديا ساعات ممكن بتهتم بهذه الاجتهادات، او حتى بقى خلاص في ذكاء عند الجماهير بعض هذه الاخبار وبعض هذه المعلومات ممكن الناس خلاص ما بقتش تهتم بيها، نتيجه طبعا سوابق عديده وكثيره على اللاعبين قالوا عليهم كثير كانوا يرحلوا، وفي مباراه واحده اختلفت الرؤيه واختلف الفكر بنسبه 100%.